في شير كده يا حبيبي. بدهم يجيبوا خير للبلد، هن اشر الناس، هن اشر الناس واحقار، بدليل انه ما صار شيء الا ما صار امر الا هن وراه، وهن القاضي وهن الجلاد، هن القاضي وهن الضحيه، هن اللي بدهم يحكموا على حالهم بالسجن. مين بده يحكم عليهم؟ مين بده يحكم عليهم؟ مين بده يفوتهم على السجن؟ مين بده ياخذ القصاص منه؟ مين بده ياخذ حق الناس اللي الابرياء اللي 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 مثل هاليوم اللي مثل هاليوم كانت الناس طلعت حريق قلب المرفأ، راحوا طيطفوه، طارت العالم، طارت العالم كلها، طارت العالم، احترقت، ما بين منا شيء. في ناس هسه لهلا ما معروفة وينها، وفي جثث لهلا موجودة ما أنا معروفة مين، وعالم ماتت، وعالم تعترت، وبيوت اختربت، مدارس وطرقات وجامعات كلها اتكسرت، وهيك بدهم يصلحوا. ما هن بدهم يسرقوا. اجا يوم مثل هذا اليوم بأربعة آب اجت مساعدات لبنان، لا مساعدات للبنان، طائرات نزلت مطار بيروت الدول بتساعد كل لبنان ما بس أهل بيروت، واختفت ومحلة والله أعلم وين بيعوه بأي أسواق، ورجعت اجت كارثة الكارثة اللي نحن بخضم اليوم، هو من 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 هبوط قيمة العملة اللبنانية إلى 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 الحضيض، ما عاد في شيء اسمه عملة، صار الدولار هو سيد الموقف، اللي معه دولار عايش، اللي ما معه دولار عم يعني في رب رزاق هو عم يرزق العباد، الحمد لله رب العالمين، ولا إلا كانت الناس أكلت بعضها، والناس ما بدها. خالد سؤال، لو هلا لك دعاء يستجاب، بس دعاء واحد، الله يفرج على الناس كلها، الله يفرج، الله يفرج على العباد، غير الأحوال، ويستبدلنا بولاة أمور غير هالولاة الأمور اللي موجودين اليوم، يستبدلنا بناس خاف الله، آمين. تعمل على 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 إعطاء الحق، يستبدلنا ناس عندها مفاهيم إنه 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 الإنسان يوم القيامة ما بيفكه إلا عدله، يكون مربط. كان عادل بين اثنين الله بيفكه، فما بالك باللي مسؤول عن امه، مسؤول عن الناس، مسؤول عن اي شيء. الله يغير هالاحوال، الله يغير هالاحوال للاحسن، امين اخي رحيم. نحن بألف خير من الله، هيك ما شاء الله، بس هيدا الرزق كيف بده يتصدر، كيف بده ينزل على الله يساعد. يعني هذا الرزق قديش تعبانين من 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 مي وكل شيء وتنقايه، وهذا اذا ما صار له ناس تصدروا على 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 الخليج او على اي دول بحاجه لإله، هذا الناس صح، هالمزارع يعيش. طيب شو بدي اعمل؟ ما في رعاة امور، عندنا نحن عندنا الولاة هن جبات، ان عندنا دولة جباية ما عندنا دولة رعاية. الدولة اللي بترعى شؤون الناس هي الدولة اللي بتحترم نفسها واللي بتطلع على اللي عندها، اكبر هم هو شعبه يكون بخير. سبحان الله، شوف هذه العاملات النحل، فالأمر اللهم صل على سيدنا محمد، الأمر بده جدية، بده عمل، بده مخافة من الله. حسيت حالي مثل المذيع مع ضيف. شكرا لك ضيفي الكريم لمنحي هيدي الجلسة وهيدا الوقت، أعطيتني من وقتك. خير الله الحمد لله، لا شغلة ولا حمد. لا الله يعطيك ألف عافية، نهاية أنه رياحة بعد التعب، رياحة محارب، لأنك إيه استراحة محارب بعد الناموسية. أعطيتني بعد وشت اللوبياد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.